خلينا نبدأ بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة. النهاردة المتحدث باسم رئاسة سفير بسام راضي قال إن ولي العهد هيوصل النهاردة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصف زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة إن هي زيارة لوطنه الثاني مصر. الزيارة دي هتستغرق يومين وهتتضمن عقد مباحثات مع الرئيس السيسي لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأيضا تعزيزها في مختلف المجالات، وهيتم التباحث حول بعض الملفات والقضايا السياسية اللي بيهتم بيها الطرفين، طبعا ده في إطار شراكة استراتيجية بين القاهرة والرياض. ولي العهد السعودي كان بدأ جولته الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصلها يوم الجمعة اللي فاتت، بعدها راح البحرين يوم الأحد، والنهاردة بيتوجه إلى القاهرة قبل ما يوصل للأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين. خلينا نستعرض مع حضراتكم بعض أهم المحطات السياسية والاقتصادية في تاريخ مصر والسعودية. أول حاجة العلاقات السياسية بين مصر والسعودية بتبدأ بعام 1926، تم التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين، وأيدت فيها المملكة مطالب مصر بجلاء القوات البريطانية. وعام 1939 تم توقيع اتفاقية التعمير بالرياض، وبموجبها أنجزت مصر بعض المشروعات العمرانية بالسعودية. عام 55 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين مصر والسعودية. عام 56 قدمت المملكة لمصر 100 مليون دولار لبناء السد العالي. سنة 1956 المملكة أعلنت التعبئة العامة، وده لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر 67، وعقب العدوان الثلاثي الإسرائيلي على مصر وسوريا، أو عقب العدوان الإسرائيلي عفوا على مصر وسوريا والأردن، الملك فيصل بن عبد العزيز توجه بنداء إلى زعماء العرب. عام 73 ساهمت السعودية في كثير من النفقات اللي تحملتها مصر قبل حرب أكتوبر. عقب ثورتي 25 يناير وال30 من يونيو السعودية قدمت دعم كبير جدا سياسي ودبلوماسي ومالي أيضا إلى مصر. عام 2014 أصدرت المملكة قرار تاريخي، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أعلنتها جماعة إرهابية ووضعتها على قائمة الجماعات الإرهابية. طيب خلينا نشوف العلاقات الاقتصادية يعني بتجمع بين مصر والسعودية. الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية بتصل ل 23 مليار دولار. حجم التبادل التجاري بين البلدين بيصل ل 6.2 من 10 مليار دولار. حجم الاستثمارات السعودية في مصر 6.1 من 10 مليار دولار بنسبة 11% من الاستثمارات الأجنبية، وبنسبة 27% من الاستثمارات العربية. بتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر. أكثر من 4309 شركة سعودية في مصر بتعمل في المجالات الاستثمارية المختلفة من استثمارات. 16% من الاستثمارات السعودية في مصر في قطاع السياحة. السعودية بتعد ضمن أكبر 10 دول بتستورد من مصر سلع طبعا مختلفة. بيبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 من 10 مليار دولار من خلال 1300 مشروع مصري بالسعودية. في 2016 تم التوقيع على 4 اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية، وده لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر. وطبعا هنعرف أكتر عن الزيارة وأهمية هذه الزيارة. الزيارات المتبادلة بشكل عام بين القادة والزعماء والمسؤولين المصريين والسعوديين. من خلال ضفنا عبر الهاتف الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي. مساء الخير دكتور هادي، وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير، أهلا وسهلا. تاريخ حافل من العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية وغيرها والثقافية أيضا بتجمع بين الشعبين المصري والسعودي. اليوم الأمير محمد بن سلمان يصل إلى القاهرة قبل انطلاقه إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. نعلم جيدا أن المملكة العربية السعودية تمر بأزمة حاليا في محاولات للتشويش عليها في يعني في الخارج من قبل يعني بعض الأطراف الخارجية، وهذه المحاولات لا يجب أن تنال أبدا من المملكة العربية السعودية. إيه اللي ممكن الدور اللي تقوم به مصر حاليا لدعم الشقيقة السعودية؟ شكرا أختي الكريمة على الاستضافة، وأؤكد في البداية أنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في القاهرة
تأتي في ظل تنامي وتطور العلاقات بين البلدين التي ظلت استراتيجية ومتميزة دائما ولها أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة من الواقع الثقل السياسي والاقتصادي والضخم للمملكة ولجمهورية مصر. ويتوقع أيضا يعني في هذا السياق أن تشهد المباحثات العديد من الجوانب يعني التي تساهم في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة أنه هذه الزيارة وكما أشرت كريمة في بداية حديثك أن هذه المحطة الثالثة في جولة ممولي العهد العربية والدولية قبل اجتماع العشرين. ولذلك الرياض والقاهرة دائما التناغم مستمر، والمملكة يعني مكملة دائما للدور المشترك بين القاهرة والرياض، وخاصة في عدد من الملفات والمشتركة والمهمة في الوطن العربي، على الأقل ولو على الأقل القضية الأولى قضية فلسطين وجهود المملكة تدعم جهود القاهرة فيما يتعلق بالتقريب بين الفرقاء الفلسطينيين ورفع معاناة الشعب الفلسطيني على اعتبار أن فلسطين هي القضية الأولى. هذا جانب. الجانب الآخر اللي أشرت إليه موضوع التنامي العلاقات السياسية الاقتصادية المستمرة، وأشرت في بداية حديثك أن المملكة هي الدولة الأولى من حيث الاستثمار في مصر سواء على مستوى القطاع العام أو على مستوى القطاع الخاص. ولذلك سيتم بإذن الله، وهذا امتداد أن هذه الزيارة امتداد للتنسيق للوصول إلى قواسم مشتركة في القضايا الاقتصادية، لا سيما مع انقراض موعد قمة العشرين. أؤكد على جانب آخر، هي تناغم مستمر بين القاهرة والرياض فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. نعم. أيضا حشد الجهود العربية لمواجهة الخطر الإيراني على دول المنطقة. يعني وأيضا التعاون المستمر ليس على المستوى فقط وليس على المستوى الرسمي، بل أيضا يعني يصاحبه أيضا تعاون مستمر على المستوى الشعبي وعلى المستوى البرلماني. وأعرف أن هناك زيارات متبادلة بين مجلس الشورى السعودي و مجلس الشعب المصري، وفي إطار تعاون مستمر أيضا في إطار الثقافة كما أشرت، تعاون مستمر في كل المجالات. وأنا على يقين أن هذه الخطوة وهذه الزيارة تأتي امتدادا وتعزيزا للعلاقات المستمرة والمتميزة بين القاهرة والرياض. وأكيد مصر ستظل في دعمها دايما لكل المحطات اللي بتمر بها المملكة العربية السعودية. بشكرك جزيلا دكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي.